صافا ام فاتحه، انت معنا في اللايف مباشره ام فاتحه. مرحبا. السلام عليكم خوتي إيهاب، يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله كل شيء يكون مزيان وفرحان. تحية لخوتي المغاربة، أول حاجة اللي نقول خوتي المغاربة اللي تنحبهم وتنموتوا عليهم، شكرا على الإنسانية ديالكم، وشكرا على التضامن ديالكم، وشكرا على التزام البيوت ديالكم في هذا الحجر الصحي اللي خليتي كل الشعوب وكل القبائل تتكلم عن الاخلاق المغربيه بالملك ديالهم وبالسلطات ديالهم وبالامن ديالهم بالاطباء ديالهم، فهذا فخر لنا الحمد لله. واللي غادي يساعدنا في هذا اللايف كان مفاتيحه مسكينه للظلمات وللدوله القانه، مفاتيحه اللي 55 سنه وهي ما تتشوفش، واللحظه اللي تفتحت لها واحد الباب من الباب ديال الخير سدوه لها واحد السيل في وجهها الدوله القانه غير بارطاجي. اللي معانا يبارطاجي، اللي معانا في اللايف يبارطاجي، الله يجازيكم بخير. شحال قلنا القاز وشحال وصلت باش نعرف؟ 850. نبداو ان شاء الله ملي توصل 2000، غادي نبداو توصل 2000 متابع مباشره، غادي نبداو بارطاجيو معانا الله يجازيكم بخير. وراه مول فاتحه راهي مسكينه انسانه مكافحه وانسانه مسكينه مضروره بزاف، والان بعد ما تعاطفوا معها المغاربه كاملين وظرف يومين 48 ساعه وصلت لها نص مليون ابوني. ولكن واحد السيد الذي نوريه لكم جد دار القناه وحطمها، وحطم لها مسكينه واحد الباب اللي تحلت لها في وجهها. ولكن معنا اليوم استاذ بن دياب الذي يشرح لكم شكون هو. ولكن توصل 2000 غادي نبداو ان شاء الله. شحال وصلت دابا؟ 946 غدا ال1000. الناس اللي معنا في اللايف الله يجازيكم بخير، نتوما غادي تساعدونا غير بارطاج، اللي دخل بارطاج الله يجازيه بخير. غادي نشرح لكم مفاتيحه انت في اللايف معنا مباشره، مرحبا بك معنا في اللايف مباشره. بن دياب غادي يقدم لنا الجمعيه ديالو الحقوقيه اللي دائما تنصف المظلوم ودائما تدافع على حقوق الانسان. مني شاف مي ناعمه مفاتيحه دات لها القناه اتصل بنا واتصل بها جا باش يدافع عليها. لك الكلمة خويا بن دياب، شرح لهم بعدا الجمعية ديالك وعاد نعطيك الكلمة. بداية شكرا سي يوسف على هذه المبادرة الطيبة، وشكرا أيضا على كل المجهودات اللي كتقوم بها من أجل إنصاف الآخرين ومساعدتهم، خصوصا فئات الهشة اللي كتطلب منا كمواطن المغاربة غيورين وعلى المستقبل ديال الوطن ديالنا الالتفاتة لهذه الفئة. إذا معكم عبد الرحمن بن دياب الرئيس الوطني للتحالف المدني لحقوق الإنسان. اليوم كنحضروا مع أم فاتحة اللي تعرضات لواحد القصمة ديال الحساب القناة ديالها، يعني بواحد الطريقة اللي هي بشعة، وكما تتعرفوا على أن هذه جريمة كيعاقب عليها القانون، والأكثر من أنها جريمة يعاقب عليها القانون فهي جريمة أخلاقية بامتياز. لماذا؟ لأنها السيدة كما كتشوفوها اللي هي كفيفة وفقدة البصر، ومن المفروض ما الشخص هذا المحتال اللي نصب عليها ويعني قصر لها القناة ديالها، كان من المفروض أن هذاك الشخص هو اللي يساعدها ويعاونها، خاصة أن أم فاتحة دارت هذه القناة باش تعاون الأسرة ديالها والوالدة ديالها، وباش تلقى حتى بالنسبة لها واحد الملاذ اللي تلقى فيها الداس ديالها وتوصل الرسالة ديالها لكافة يعني النساء والأطفال والناس كاملين اللي هما كيعانيوا هذا الاشكال ديال اللي كيكونوا كفاف وما كيشوفوش. ام فاتحه هي الامل بالنسبه لهم وكتوصل الرساله. شكرا، وغادي نعطيك الكلمه بعد ما يعرفوا المعاناه ام فاتحه. ام فاتحه عندي لك واحد السؤال. مرحبا. اللحظه اللي تعاطفوا معك المغاربه وفي ظرف يومين 48 ساعه وصلتي نص مليون ابوني، كيف كان الاحساس ديالك؟ تحياتي واحتراماتي وتبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا، ولي الشرف
باش يستضفني الاستاذ سيدي يوسف الزروالي برفقة هذا الطاقم الرائع ديال هذا الصحافة والناس اللي يعني قاوموا، الناس اللي يعني تكبدوا المعاناة ديال الطريق رغم انها بعيدة، باش يعني يوصلوا صوتي لعامة الناس ولكافة المغاربة. طبيعة الحال سي يوسف تبارك الله عليك، وتنشكرك جزيل الشكر. شكرا هذا هو غير بغيت نعرفها مي فاتحه العزيزه، اللحظه اللي در في يومين وصلت لك واحد المشاهده كبيره بالتعاطف ديال المغاربه الاحرار، لا على الانستغرام ولا على الفيسبوك وعلى القنوات ديال يوتيوب، وصلتي 2.5 مليون. كيف كان الاحساس ديالك؟ مرحبا وشكرا على هذا السؤال، ولكن سمحتي لي غير نرجع واحد شويه لورا نعطي من قبل كيفاش كنت وكيفاش يعني حتى لا جاوبيني على هذا باش مرحبا غير كيفاش التضامن المغاربه، كيفاش كان الاحساس ديالك من تضامنوا معك وصلت لك اكبر عدد مشاهده في ظرف 48 ساعه؟ كانت فرحه اللي عوضت لي نور البصر، لان انا كانسانه كنت نهضر كانسانه طبيعيه واعيش على البساطه، والناس كاملين اللي متابونين مع فاتحه التويس اللي بدات القناه هذه 9 شهور، يعني الحمد لله كنت نصور في اي بلاصه، يعني غير تنتكركب فيما جاب الله، تيضربوني الحيوط، المهم باش نبين للناس واحد الفيديوهات وقدرات الانسانه الكفيفه وشنو تيمكن لها دير. بينما تفاجات بان جاني واحد التليفون على اساس ان الحمد لله القناه ديالي طلعت واعلى نسبه حققت هذه القناه، رغم اني ما عارفه والو، حيت انا راه ما تنهرفش، انا ما تنشوفش باش غادي ندخل مواقع التواصل الاجتماعي. بطبيعه الحال تفاجات وجاتني هذه الفرحه، كانه ولاو لي العوينات بجوج، الحمد لله الحمد لله. انا راه عييت يعني 24 ساعه كلها بكا ملي تفاجئ ان نعم مرحبا. مي فاتحه اللحظه اللي شتي لك العدد المشاهده كانك عندك العوينات اللي تشوفي بهم. طبيعه الحال والله راضي والله. مي فاتحه قالك اللحظه اللي هما شوف باش تعاونونا باش الصوت ديالنا يوصل باش نشدوا المجرمين ديال القناه هو بارطاجي. عزازكم كلشي بارطاجي الله يرحمكم والديك. مونا عما قال لك الاستاذ بن دياب انه اللحظه اللي وصلت 2.5 مليون ابوني في الظرف يومين كانه ترى بعينيها على حسب الكلام ديالها وفرحات. زيدي كملي لنا مويا نعيمه الشهور ديالك مي فاتحه. نعم تبارك الله عليك سي يوسف، دائما اسئلتك في الصميم اللهم لك الحمد. فعلا فرحت واحد الفرحه اللي بطبيعه الحال هي جاني هذا الخبر مع 3 د العشيه حتى تقريبا 2 د الصباح وما باقي، حيت انا ما تنشوفش كل ما طلعت نسبه المشاهده والاخوان اللي معايا يعني وليدات خوتي العائله ديالي الناس اللي قرب مني اللي بعد مني تيتصل بيا يعني بالهاتف وتيقولوا لي برافو عليك تبارك الله عليك، حنا كان تيسحبنا غير تتفلاي وحنا كان تيسحبنا هذا الشيء غير خرافات، ولكن اكدوا لي المغاربه الحرار على انهم تواصلوا معايا لان عاد وصلتهم القناه. هاد الناس انا تنحييهم اخواني المغاربه في داخل المغرب وخارجه، الناس بطبيعه الحال اللي عطاوني التشجيع الكامل وحق التقدير اكثر من ما استحق. يعني فرحت 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 الفرحه اللي ما دامت يا اخواني يا اخوات، فرحت 24 ساعه وانا تنبكي ومازال ما برداتليش هاد الحرقه. الله يعطيكم الستر غير فهموني. واخا مي فاتحه حنا لا داعي باش نفهموك، كل المغاربه انهم حنا انسانيين والانسانيه ليس لها دين، حنا معاطفين معاك، حنا حاسين بك باش حنا يومين 48 ساعه وحنا معاك من الصباح. من بعد امي فاتحه انك فرحتي 48 ساعه من بعد ما تواصلتي بان القناه ديالك تحذفات، كيف كان الاحساس ديالك؟ فقت مع 7 د الصباح على اساس ان الوقت اللي عندي هو هذا، ان المهمه ديالي دائما عندي واحد الوقت مخصص سواء نكون مريضه ولا صحيحه ناعسه ولا فايقه، المهم خصني نقدم ليها الرعايه الواجبه كما تتشوفوا، انا خصني اللي يعاونني بطبيعه الحال رغم فقدان البصر انا ما تنشوفش بشكل نهائي، والحمد لله ولي الشرف لان الله سبحانه وتعالى ابتلاني لانه يحبني والحمد لله. اذا نط باش نبدل الوالده على اساس قالت لي نوضي بنيتي انا راه وصل لي وقت الدواء باش نكمل كم فاتحه بانه على شنو هي راه هي اللي مكلفه بالام ديالها، اذا هي تتبدل لك واش المها هي تتغسلها هي تصبنها واخا رغم انها تتشوفش هي تتكلف بالام ديالها، غير باش نوصل لكم مزيان كملي ام فاتحه. نعم فعلا قالت لي الوقت ديال الدواء فات لان راه بطبيعه الحال انا ما تنشوفش الساعه، قالت لي النهار طلع لان ما تنشوفش الليل والنهار الحمد لله الحمد لله، الا ما كانش الراديو حدايا ما تنعرفش الساعه شحال واش النهار طلع ولا مازال. اذا وصل الوقت اللي غنعطي فيه الدواء للوالده تنشعل التليفون تلقى ديك ميساج مور ميساج، انا ما تنشوفش تنقول هاد الناس يعني شكون اللي تيصوني عليا، واش الناس مسانديني، واش نزلت المول يعني نسبه المشاهده طلعت،
بينما تنسمع اعلى الاصوات كل واحد شاد التليفون تيقول شنو وقع شنو وقع شنو وقع باعلى الاصوات. يعني الوليدات اللي متابعيني البنيتات اللي متابعيني اللي هما من عائلتي تيقولوا ان فتحه مشات لها القناه. انا تنقول لهم كيفاش كيف ما فهمتش. انا عندي واحد التليفون عادي مدخله فيه لابليكاسيون خاص بالانسانه الكفيفه، يعني هذا واحد الريغلاج مخصصينو الناس المكفوفين. تندير صبعي على الزر ديال التليفون وتيقول لي ها شحال وصلتي، ها شحال عندك فيديوهات، فاتحه التويسه هي طالعه. انا تنسمع ذكرت باسمي فيديوهات خاصه لفاتحه التويس، تيقول لنا مع الاسف فيديوهات خاصه لفاتحه التويس حذفت او اختفت من اليوتيوب. انا كنت واقفه وطحت بلا شعور، تنقول كيفاش كيفاش، تيقولي وا راه مشات واش ما تتيقيش، يعني اللي تيشوفوا حتى تعطيو بان حذفت يعني مشات اختفت هذه القناه ما بقاتش. كيفاش كان الاحساس ديالك لما فاتحه هذيك اللحظه؟ احساس هستيري، احساس على الدبني، احساس اللي ما خلانيش ناكل 24 ساعه ولا نشرب يلا حتى نعتق الروح. الحمد لله هادشي صحيح، الحمد لله الحمد لله. واللي قواني واللي شجعني تضامن المغاربه معايا. اكيد حنا مضامنين معاك. اللي تيقول لي حنا كنا معاك الحمد لله. غير باش تعرفوا بان امي فاتحه مسكينه من البارح وهي تتبكي وهي لا تشرب مويها والو، واخا عينا ما نعطيوها في الكوغاج وعطينا ما نعطيوها في المعنويات، ولكن قال لك علاش انا الوقت حاقرني والزمان حاقرني و55 سنه وانا في العذاب وزاد هو حاقرني. واحد الحاجه اللي بغيت توصلها لامي فاتحه انه اللحظه اللي قالت بنديه تطيب وتدير هي عام تدير الفيديو تطيب الملوي تدير هذيك المقله تتبغي تبين للشعب المغربي انها امراه بصيره ومكافحه وناجحه. اللحظه مسكينه تتبغي تهز الملوي تتحشي صباعها على المقله وتتحرك كلهم عندهم حروقنا. واللحظه عاوتاني مسكينه تتمشي باش تبين لكم بانه راه تدير القزبور وتدير المعدنوس هذا ما تتشوف تقدر تهز الشوك وما تتحش وما تبغيش تبين الالام الناس في الفيديو بانه راه تتالم باش تبين لهم بانه انا راه راضيه هادشي عطاني الله. ولكن في الاخير واحد السيد حرم واحد المراه اللي هي برا بالوالدين ديالها، وشكون اللي بن دياب اللي مكلف بهاد الناس هو الاخ ديالهم، والاخ ديالهم مسكينه خدامه في الديور في الميناج. وجا حرم واحد العائله اللي مساكن لا الراميد الراميد ما استافدوش مساكن مساكنين في دار الوراثه، وجا قطع لهم الرزق ديالهم. حنا غادي نعطيو دابا الكلمه ديالنا للاستاذ بن دياب كرئيس جمعيه حقوق ديال الانسان اللي غادي يفسر لنا اكثر واش عمرك الاستاذ بن دياب دوزتي واحد الحاله بحال هذه الحالات ديال مي ناعمه، وانا عندي علم عليك ومتبعك انك بزاف الناس شديتي لهم حقهم ودوزتي بزاف ديال الناس، واش بحال هذه الحالات عمرهم دازوا عندك؟ هما يعني بالنسبه للسرقه والجرائم الالكترونيه هي كثيره ومتعدده وشفنا مجموعه الحالات، ولكن بالنسبه للحاله ديال مي ناعمه هي حاله عفوا نعم مي فاتحه هي حاله فريده وفريده من نوعها. لماذا؟ لان اول مره انا شخصيا كنتفاجئ لان اول مره واحد السيده اللي هي كفيفه وكدير واحد القناه وتبارك الله كتستطع على انها كتنجح وكدير واحد المجموعه ديال لان انها كتكسب واحد المجموعه ديال المتتبعين والمشاهدين، لكن للاسف الفرحه ديالها كما سمعتوا على انها ما اكتملتش. لماذا؟ لان كان واحد الشخص اللي هو عديم المروءه عديم التربيه عديم الاخلاق قام بالسطو على هذيك القناه ديالها اللي هي تعبات فيها وضعت فيها يعني القلب ديالها والروح ديالها وكل الامال ديالها. ولكن بالرغم من ذلك يعني ان اللحظه فاش كنشوفوها لان كاين اشخاص اللي هما ما مربينش واشخاص اللي هما تعودوا على انهم ما عندهمش ضمير وما عندهمش اخلاق. كاين عاود ولاد الناس وبنات الناس اللي هما مواطنين مغاربه شرفاء اللي هما الان هما واقفين معاها وكيدعموها وكيساندوها. وانا اكيد انا بالنسبه لي انا كنعتقد على ان هذه التجربه المريره اللي مرت منها امي فاتحه غتكون ان شاء الله هي البدايه للانطلاقه القويه ديالها، واكيد ان المغاربه غادي يتعاطفوا معها بشكل أكيد. كبير جدا. ثم مساله اخرى على ان هذه الجريمه هذه ما غايمكنلهاش تمر هكا مرور الكرام. حنا كان عندنا واحد الثقه كبيره جدا في النيابه العامه في الجهاز النيابه العامه وفي الامن الوطني من خلال الشرطه العلميه والتقنيه اللي غادي تبين يعني تعرف شكون اللي سرق هذاك القناص ديالها، وغادي توصل ليه لان عندهم الشرطه العلميه والتقنيه والمختبرات التابعه لهم عندهم التقنيات ما غادي يمكنهم انهم يوصلوا لهذا الجاني العقر ديال الدار ديالو والمكان ديالو. والقناه غادي ترجع ان شاء الله لامي فاتحه والقانون غادي ياخذ المسار ديالو وغادي يتعاقب
وفق الفصول والقوانين الجاريه في العمل. شكرا سي بن دياب، وكأنت رئيس جمعيه حقوق الانسان والحمد لله احنا عندنا ثقه فيك، شنو هو المساعده اللي تقدم امي الفاتحه؟ شنو هو نوع المساعده اللي تقدم امي الفاتحه امام المشاهدين اللي تيشوفونا؟ طبعا الدور ديالنا اللي كنقوموا به يعني مع في مختلف القضايا اللي هي من هذا القبيل هو اننا غادي نوفروا لها الدفاع، المحامي اللي غادي يتكلف يعني بمحامي ديال الجمعيه اللي غادي يتكلف يعني برفع الدعوى لرئاسه النيابه العامه، وغادي نتبعوا معاه جميع المراحل ديال التقاضي، وايضا غادي نكونوا ان شاء الله في الجانب ديالها وفي المساعده ديالها والتضامن معها يعني بكل يعني الجميع يعني مختلف الطرق ومختلف يعني المراحل اللي يمكننا ان شاء الله غادي يعني غادي نبقاو معها ان شاء الله حتى تاخذ الحق ديالها وترجع لهذيك الابتسامه اللي كانت على المحيه ديالها ورجع لها الامل. شكرا استاذ بن دياب، وهذا الشيء ما عندناش شك فيك، وشكرا على الانسانيه ديالك وعلى التضامن ديالك وعلى حب ديالك للوطن ديالك وللملك ولهذ المدينه. واستاذ بن دياب اللي تنعرفوا منذ سنين انسان طيب وتيفتح الباب ديالو لاي واحد، اي واحد بغى شي معلومه او واحد يدافع عليه فهو انسان شريف وشرف لي انه يساندني، فهذا ما تدل على انه كلنا ابناء مدينه مكناس يدا واحده وراء سيدنا الله ينصرهم. غادي نشرح لكم اخوتي الاعزاز كيفاش هذا السيد اللي سرق القناه ديال مي فاتحه. مي فاتحه سرقت له القناه، انا جيت عندها مع 9 الصباح، لحقاش المغاربه كاملين عاطفين معاها وكل شيء مأيدها، لا في الانستغرام ولا في اليوتيوب ولا على الباج الفيسبوك، كل شيء ما شاء الله. اذا لقيت كان عندنا واحد المشكل هذيك اليومين اللي هما مساندين المفاتيح بن دياب، راه تيعلم هذاك واحد الناس عندهم واحد المشاكل هذيك يومين احنا معاهم. اللحظه اللي دخلت نقرا الميساجات لقيت كاع المغاربه يا خويا يوسف وعافاك سعد المفاتيح واخويا يوسف في الميساجات، وهذا شرف لي ان يكون قناه اخرى والاسم ديالي تيتكتب عليك فين كخويا يوسف الزروالي، فهذا شرف لي. اللحظه اللي فكرت انني نقدم المساعده المفاتيحة شنو هي؟ اذا طلعت لها القناه داعي باش ندعمها، انا فكرت بانني نجيب لها اللي بقي ديال المونتاج وهي اللي تبقى تخلصوا ونعاونوها وندير نجيب لها كاميرا باش تبقى تصور كشي بروفيسيونيل. اللحظه اللي انا في الصباح غادي نجي عندها تنتفاجئ انا مع 7 لقيت ميساج واحد السيد يقول خويا الزروالي القناه ديال المفاتيحة تحفات. الله اكبر، جيت لعندها مع 9 الصباح لقيتها طايحه انهم عندهم جنازه هنايا. قلت لها امي فاتحه عطيني المود باس باش كنتي داخله، هي كانت داخله بالرقم التليفون ديالها عطيني الميل. اللحظه اللي دخلنا خويا بن دياب حنا تعرفوا شوف هاد لانتان، لقيت السيد داير النمره التليفون ديالو بلاصه ما يدير نمره التليفون امي ناعمه، دار هاد النمره 06-63-58-22-63. انا شديت هاد النمره درت الاجراءات ديالي جبت الاسم ديالو لقيته عبد العزيز الناصري هو هاد السيد هذا باش ما نظلموش. مشيت هاد النمرة اخوتي طابيتها في الفيسبوك لقيتو ديجا هو حل بها باج سميتها هبة بلوس 18 وها هو دايرها تمايا. واللي زاد اكدني الاستاذ بن دياب هو انه هاد الباج ماشي ديالو هو براسو سرقها، هادي كانت واحد هي الدري الصديق ديالي ديجا سرقها له، اذا هو مولف تيسرق لعباد الله وجبنا التصويرة ديالو هو هاد السيد هذا. هو السيد هذا. إذا أخوتي الأعزاء حنايا دابا راه متبعينها الحمد لله راه فيها الخير والشجاعة. دابا حنا أخوتي الأعزاء مشينا وحلينا واحد الكونت بانكير ديالها اللي هو هو غادي نحلو لها كونت بانكير يوم الإثنين إن شاء الله. نهار الإثنين إن شاء الله غادي نحلو لها رقم ديال الحساب اللي على الاسم ديالها وطلبوا لنا جوج ديال الشهود حيت هي اعمى ما كتشوف بخير ما شاء الله. هذه الشركه اللي عندنا وكنت كنتمناكم انكم تبارطاجوا معنا الفيديو هذا، الله يجزيكم بخير وشكرا على المسانده ديالكم، شكرا على المسانده ديالكم وعلى التشجيع ديالكم، وحنايا ان شاء الله غادي نديروا اكثر من جهدنا باش نشدوا الحق بفاتحه، وهاد الدموع الحزن غادي يرجعوا دموع الفرح ان شاء الله. وكحنا كجمعيه ملكيه المغاربه في اوروبا والجمعيه ديال خويا بن دياب نعم للانسانيه ولا للعنصريه ولا للظلم في هاد البلاد، والحمد لله والشكر لله حنا راه معروفين بدولة الكرم ودولة الجود ودولة المحبه. المهم فاتحه شنو بغيتي تقولي للناس
اللي الناس اللي تساندوك والناس اللي شجعوك والناس اللي بارطاجو معاك على كل المواقع كامل شي دعوات الخير ليهم. والله العلي العظيم سي يوسف انا تنشكر الجميع، تنأيد المغاربه وتنهنيهم على روح الانسانيه. هاد الناس شويه من الفتحه تنهني جميع المغاربه على هاد روح الانسانيه اللي عندهم وتنأيدهم، ودائما من هذا المنبر تنقول الله ينصر جلاله الملك. آمين. لان هذه دوله الحق، دوله الانصاف، الدوله اللي ما تتحتقرش الضعفاء، اللي كل واحد فينا تتعطي حقه. بالنسبه للانسانه المعاقه اللي هي انسانه كثيفه اللي تتكلم معكم من خلال هذا القناه اللي خاصه بالسي يوسف الزروالي، تبارك الله عليه، اننا بعدا تنحييه من يعني من هذا المنبر، تنأيد الفكره ديال هذا الانسان اللي هزات روح الانسانيه، رغم اني عمري ما عرفته، هو اول المبادرين اللي جاب الزياره ديالو وشدني من يدي، وتقول الناس اللي معايا ما تشدوهاش نتوما، انا اللي غنشد بيدها ونوصلها ونحقق فيها الهدف. تحياتي لهذا الانسان، تحياتي لكل المغاربه في داخل المغرب وخارج المغرب، كونوا معايا، كونوا تكتافي. عطينا رقم التليفون ديالك ام الفاتحه، اللي بغى يمد المساعده لام الفاتحه او يتضامن معاها، الله يسهل، لا كان شي محاميين ولا اي واحد، فها هو رقم الهاتف ديالها اللي يتصل بها مباشره 06. نعم مرحبا، بالنسبه للرقم ديالي التليفوني اللي هو حاطه في القناه الخاصه بيا اللي انا فقدتها والحمد لله، اللي هو 06 00 24 14 52. اعيد 06 00 24 14 52. ولكم مني كامل الاحترام والتقدير، حياكم الله، تحيه للمغاربه الاحرار. السلام عليكم. الكلمه ديالنا لبن دياب اللي يشرح لنا شنو بن دياب ونشرحوا ما هي شنو هي جمعيه حقوق الانسان، حيت كاين شي وحدين اللي حالين شي جمعيه حقوق الانسان وانا ضدهم، ما نكذبش عليه انهم حالينها وما تنشوفوا ما تيدافعوش حقوق الانسان، تنشوفهم تيجيو ضد حقوق الانسان. تقدر تشرح لنا شنو هي جمعيه، علاش الانسان تيحل جمعيه حقوق الانسان وشنو هي الاهداف ديالها؟ هي الجمعيات الحقوقيه او اي جمعيه اخرى كتستند بالقوه ديالها والشرعيه القانون الحريات العامه، وطبعا كل جمعيه كيكون عندها واحد القانون الاساسي، وهذا القانون الاساسي كيتضمن الاهداف ديال هذه الجمعيه والوسائل اللي غادي تستخدم باش انك تحقق ديك الاهداف. للاسف كما كان الكل كيعرف على ان كاين بعض الجمعيات هي مجرد حبر على ورق، وكاين بعض الجمعيات اللي هما كيتستعملوا في الاشياء اللي هي تسديسيه واشياء اللي هي كتعلق يعني بواحد الممارسات لا اخلاقيه، وكاين جمعيات اللي هي جاده، والمغرب الحمد لله فيه مجموعه الجمعيات اللي هي جاده واللي هي وطنيه وكتدافع على التوابس ديال الوطن، وكتدافع ايضا على حقوق المستضعفين اينما كانوا اينما ارتحلوا. وبالتالي حنا الجمعيه ديالنا كما كيعرفوا مجموعه الاخوان دونك عندها واحد المجموعه ديال الاهداف، اولا وادوار اللي هي اشعاعيه وكتهدف الى تقويه قدرات الفاعلين يعني من مختلف الشرائح سواء اللي كيشتغلوا في المجال الجمعوي ولا الاعلامي، ايضا تقديم المساعده في حدود الامكان ووفق ايضا القانون الاساسي ديال الجمعيه، ومنهم القضيه ديال الفاتحه اللي ان شاء الله غادي نتحسبوا فيها كطرف مدني في الدفاع عليها، وغادي نوفروا لها المحامين اللي غادي ان شاء الله يوقفوا بالجانب ديالها، وطبعا الجمعيه هي اللي كتحمل الاعباء والمصاريف ديال كل هذه المراحل ديال التقاضي. مساله اخرى قبل ما نقطع، الحقيقه انا تفاجات بالسيده ام الفاتحه يعني تبارك الله المستوى باش تتكلم واحد الثقافه عاليه جدا. انا تفاجات كيفاش ان واحد السيده كتواجد في واحد المجال اللي هو قراوي، كتعيش في واحد المجال قراوي وما عمرها يعني ما تلقات شي تعليم، لان كما سمعت على انها فقدت البصر وهي في السن الثانيه. نعم. دابا تبارك الله عندها 55 سنه يعني 53 سنه ما شافتش فيهم الضوء ديال الشمس، ومع ذلك تبارك الله كتكلم احسن من اللي كيتكلموا كي السياسيين ديالنا وبعض المسؤولين. شكرا بن دياب، بن دياب بغيت نعطيك واحد الكلمه اخرى بانه تتشوف كحنا ولاد الشعب وكحنا جمعيات وهذا، تتشوف بان المغاربه ولاو تيتعاطفوا مع الناس مثلا المكفوفين، مع الناس اللي عندهم اعاقه الله يشفيهم فيهم، مع الناس ببساطه باش يشهروهم، ولينا تنشوفوا القنوات الكبيره ولي باج انهم ولاو تيحاربوا مثلا الروتين اليومي اللي بهذيك الحوايج اللي هذا، ولاو الشعب تيحارب التفاهات وتيشجع الناس ديال الخير تيشجع بهذا، هذا فخر لنا وفخر للوطن ديالنا. شنو بغيتي تقول لهاد القنوات اللي تيشجعوا بحال ام الفاتحه؟ وش كنقول لك يعني ان كاين الناس اللي هي كتشجع يعني
المسائل اللي هي ايجابيه وجاده، وكاين بعض الاشخاص عاود اللي هما تافهين كيشجعوا على التفاهه. وللاسف راك تكلمت على ديك القناه اللي هي كتنقل هادشي ديال الروتين، بحال هذاك الشيء مستفز ويعني كيضرب في الصميم يعني الاخلاق ديال المجتمع المغربي. انا بالنسبه لي ام الفاتحه ندعمها ونشجعها. علاش؟ لانها كدير برامج اللي هي مفيده واللي هي مهمه، والاكثر من ذلك انها كتعطي الامل لواحد الفئه اللي هي فاقده. يعني ملي كتشوف مثلا كنشوف ديك الوليدات اللي هما فاقدين البصر، كيفاش غتكون الحياه ديالهم في المستقبل؟ ام الفاتحه يعني رغم الاعاقه وهذه راها تحدات الصعاب وواجهت يعني كل الظروف، ومع ذلك هي هازه الوالده ديالها وكتسخر عليها وقابلها وكذا. دونك هذا الحمد لله، هذا راه واحد الانجاز اللي هو كبير جدا. وما نساوش الدعم ديال صاحب الجلاله اللي كيخص هذه الفئه، كيخصهم يعني بواحد العنايه خاصه وخاصه جدا، والكل جميع المغاربه والاجانب كيعرفوا هذه الحقيقه هذه. اذا مره اخرى انا كنقول يعني كل التضامن مع ام الفاتحه، وكنشكروا الاخ يوسف اللي هو عرف القضيه ديالها، واللي اكيد ان الدخول ديالو على الخط غادي يعطي واحد غيساهم باش يوصل الرساله ديالها. وان شاء الله اذا كانت على غير ديك القناه اللي مشات غتجي احسن من هذيك القناه، وغادي تحظى ان شاء الله واحد المتتبعين وواحد اللي اكثر فهم من قناه اخرى. الحمد لله. شكرا بن دياب، وشكرا كاع المتابعين اللي تتابعونا واللي تيقولوا كلمه طيبه. جزاكم الله خيرا، فهذا الشيء ما تيزيدنا الا قوه باش نزيدوا نصفوا الحق ونزيدوا نشجعوا ام الفاتحه، لانه التعليقات ديالكم ولي بارطاج ديالكم والكلام الطيب راه ملي تلقاو راه تنشجعوا، لانه حنا ام الفاتحه راه هي ما امي ما اختي ما خالتي، ولكن هي بنت بلادي. وحنايا كعندنا جمعيات، حنا كجمعيه ملك المغاربه في اوروبا او الاخ بن دياب، راه ما تيتحلوا الجمعيه باش انا نترزق بها الله، خصني نحل الجمعيه باش نبين الوجود ديالي في الملعب، باش ننصف الحق باننا حنا الهدف ديالنا هو الدفاع على الوحده الترابيه او الدفاع على الملكيه ونجيب استثمار. هذا لان غادي ننصف ام الفاتحه وغادي نسالي، غادي نقول لها واحد الكلمه، ما تعطيني فلوس ما والو، نقول له شنو هو الشعار ديالنا، تقول لي الله الوطن الملك، وغادي نمشي بحالي. انا حنا بغينا نزرعوا الروح الوطنيه والروح الملكيه في كل قلب، وهذه الرساله اللي بغات توصل ام الفاتحه للاستاذ عبد النبوي اللي تنحبوه او الاستاذ السي الحموشي. انا والله هي ما قلت لها، هي اللي قالت تعرفها، قالت لي لا تنسمع بهاد الناس، لا يظلم احد عندهم، ونخليها هي اللي توجه لهم الرساله. شنو تتقولي لهم ام الفاتحه؟ والله العظيم انا تنحيي كل المسؤولين بطبيعه الحال، ولكن اللي مهم اننا تنسمعوا سمعه طيبه على المسؤولين ديالنا الكرماء، تبارك الله عليهم، الله يكرمهم بنعمه الايمان. انا في الحقيقه عمرني ما تندخل لمواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنقرا جرائد، ولا يعني تنشوف التلفازه كسائر الناس، يعني تنشوف كل انسان شنو مكتوب عليه، ولكن اللي مهم ان الانسان الكفيفه هي دائما تعتمد عن السماع. انا بطبيعه الحال سندي هي الاذاعات، وتنسمع الناس يعني كل انسان، بحال مثلا كان واحد الفقره تجي وراء الاخبار ديال 8 ديال العشيه، تيقول لك مثلا حدث هذا اليوم وما شابه ذلك، يعني تيتكلموا هذا المسائل الخاصه بالناس اللي هما مسؤولين. الحمد لله هاد الناس انا تنقول لهم هنيئا لكم بالسمعه الطيبه، هنيئا لكم بالكرم الطيب، هنيئا لكم لانكم تنصفون الحق. احتراماتي لجميع المسؤولين، وتنتمنى باش يكونوا في كتافي وياخذوا حقي ويوقفوا في صفي. الله يجازيكم بخير، عاش جلاله الملك، وتبارك الله عليكم، حياكم الله دائما، لكم مني كامل الاحترام، احتراماتي للجميع سيدي. شكرا، وشكرا لكم كاملين، شكرا للاستاذ بن دياب، وتنشكر كاع الناس اللي ساندونا، تنشكر شوف تي في اللي جات معنا في الصباح، تنشكر الوانكم اللي جات مدينه الرباط، هيبه بريس، الجريده ديال مدينه مكناس، ويسلان نيوز، تنشكر كاع الاخرين ديال عادي سميتها علاش تي في، علاش تي في، تنشكر كاع القنوات اللي بغاو يساندوا ام الفاتحه، تنشكر جميع لي باج اللي كتبوا على انستغرام ولا ذا، تنشكركم بزاف، وراكم تتنصفوا ام الفاتحه. وانا غادي نعطيكم واحد الكلمه، واحد مني وانتم عارفين انا تندخل شي حاجه خصني نشد الحرب. اذا ما غاديش نتفاك مع هذا السيد اللي هو هذا الاسم هذا عبد العزيز الانصاري الناصري، تنقول لك غادي ترد القناه، غادي ترد القناه وغادي تتابع اخويا، لانك انت ظلمتي واحد المراه مسكينه واللي ظلمتيها، والظلم حرم الله،
وغادي نقول ان شاء الله غادي نتجهوا حتى للمدينه ديالو يوم الاثنين اللي غادي تكون برفقه الشكايه ديالنا اللي نقدموها لسعاده الوكيل العام في المدينه فين كاين هو، وما غادي نجيو من المدينه ديال هذيك المدينه فين كاين هو حتى غادي نرجعوا بالحق ديالنا اللي عندنا ثقه كبيره في سيدنا الله ينصره وفي المؤسسات اللي دارهم سيدنا برئاسه السي عبد النبوي او السي الحموشي او جميع المؤسسات، ولكن القضيه تتخص